السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، جعل الله الجنة مثوانا ومثواكم. يا مرحب ومسهلا بالسنافيين، من زمان ما قلتها. خير ما يستقبل به الضيف إعداد المكان وتهيئته له، والترحيب به والفرح به، كذلك شهر رمضان. والله ضيف عزيز عليه الصلاة والسلام أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان من الجد والاجتهاد والعمال النافعة الخاصة والمتعدية. الله الله بالنية من الآن، من قبل ما يدخل رمضان، إنك تصوم رمضان وتقومه. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف، في الحديث الآخر كتبت له قيام ليلة كاملة. الله الله بالنية من الآن للصيام والقيام وتلاوة القرآن، والنفع الخاص والنفع المتعدي. النية تجارة العلماء. الأمر الآخر، نحافظ على الحسنات. واحد يصوم نهار طويل الآن الصيف، ومن ثم ليجل ليه ضيع حسناته بالمسلسلات وبالأفلام وبالقيل والقال. مما يلفت النظر في رمضان كثرة الطعام، كأنه ليس شهر صيام وشهر، إنما هو شهر طعام، حتى تلاحظ إصرافه بذخ جميع الأصناف على سفرة واحدة. وإذا ذكر القرآن ذكر رمضان، وإذا ذكر رمضان ذكر القرآن. فالله الله بتعاهد القرآن، الله الله أن يكون لك ورد يومي حتى تختم القرآن. أحرص دائم وين وصلت في القرآن، أو وين وصلت عند أي صفحة في القرآن. هذا جميل وطيب وإن شاء الله أن يتقبل، لكن الأجمل والأنفع أين وصل القرآن في قلبك. ينتفع القلب إذا حصل التدبر ووعى القرآن، انتفع. كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. الله يرزقنا تدبر آياته يا رب.